لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخرج شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على طريق الله بقالنا أسابيع كتير بنتقابل مع بعض، وأتمنى تكون وتكوني خدت القرار تحط رجلك على طريق الله، ولو كنت على طريق الله تشد حيلك وتعلو همتك متعلقا برب العالمين وعينك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش فرحة ولا سكينة ولا طمأنينة ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا بعون الله ورعاية الله وتوفيق ربنا والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وكل لذة في البعد عن ربنا هي لذة وقتية ثانية تفنى بفناء اللذة دي أو بفناء حياة الإنسان. أما الجنة، جنة الدنيا معرفة الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش على القيم والأخلاقيات التي جاءت بها الشرائع السماوية، هي دي جنة الدنيا الحقيقية واللي بتوصل لرضا ربنا وجنة الآخرة، وكل ده على طريق الله. عشان أكلمكم في موضوع النهاردة على طريق الله عايز أحكي لكم ثلاث مشاهد، وندي الثلاث مشاهد دي عنوان. المشهد الأولاني مضمار سباق كبير جدا وناس بتشجع وبتزود همة المتسابقين، ومتسابقين بيجروا بسرعة جدا جدا وكلهم عزم، وواحد من المتسابقين عمال يتمشى بيبص حواليه بمنتهى اللامبالاة. احفظ المشهد ده، انتقل معايا المشهد ثانوية عامة، بكرة الامتحانات، المعسكرات في البيوت، البرامج التعليمية في التلفزيون، الشباب في السنتر بياخدوا الدرس والدروس الخصوصية وكله جاهز عشان امتحان بكرة، وواحد بيلعب كرة تحت في الشارع وامتحانه بكرة. فبص المشهد ده، اديله ده كمان عنوان. روح معايا الشركة، التقفيل السنوي للميزانية مطبقين بقالهم يومين ثلاثة، الكل عمال يشرب شاي وقهوة عشان ما يناموش على نفسهم، والكل خلاص مستعد علشان بنقفل ميزانية آخر السنة، وواحد عمال يلعب على الكمبيوتر ولا قاعد على الفيسبوك بمنتهى اللامبالاة برضو. التلات مشاهد دول، السباق اللي بيتمشى واللي بيلعب كورة وعنده بكرة امتحان ثانوية عامة، واللي بيتدلع وقاعد بيلعب على الكمبيوتر هم بيقفلوا خلاص ميزانية آخر السنة، ده اسمه الغفلة. الغفلة هو نسيان الشيء العظيم مع وجود ما يذكرك به. نسيان الشيء العظيم، تصور لما إنسان يكون غافل عن طريق الله، غافل عن الله عز وجل. ربك رحيم، لما خلق البشر قال لهم كما قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. عشان رحمته سبقت غضبه أرسل 124 ألف نبي ورسول عشان يوصلوا العباد لالله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أيام بتعدي في الدنيا قصيرة، رب حكيم رحيم وأنبياء بيدلوا الناس على الله عز وجل، ودنيا بتخلص فجأة. عارف اللي بيسلم ورقة الإجابة فجأة؟ الدنيا بتخلص فجأة، وكل يوم الموت بيخطف واحد من قدامنا كإشارة تنبيه اوعى تكون غافل عن رب العالمين وعن طريق الله اللي ربنا حبك انك تمشي عليه وتنصر القيم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. طريق الله فيه عقبات لازم تتعلمها،
وفي أماكن لازم تفهم إزاي إنك تقف تستريح في الأماكن دي، تاخد وقود عشان تتزود وعلوم تزودك همة في السير على طريق الله. الغافل عن ده كله فجأة بيلاقي نفسه قابل ربنا سبحانه وتعالى، فجأة بيلاقي نفسه بيقول لربنا أكن أنا كان نفسي أكون قريب منك لكني عشت ومت بعيد، ناسي، غافل. إحنا جايين النهاردة عشان نصحصح نفسنا، وكل واحد لا يسير على طريق الله أو يسير على طريق الله بتباطؤ ولا مبالاة، يلا نتذكر وما نكونش أبدا من الغافلين. وعلى فكرة الغفلة غير التكذيب. الشخص الغافل مصدق بالله، مصدق بالإسلام، مصدق بالنبي، محب، لكن للأسف الشديد المعلومات الرئيسية في حياته أنه عبد، لازم يعيش عبد لله طائع لسيدنا محمد. حياته ظاهر عليها القرب من ربنا، ده هو دوره في الدنيا كده، أن يعيش عبد لله عز وجل، يظهر التدين على أخلاقياته ومعاملاته وعمارته للأرض وعباداته. لو هو مش واخد باله والملف ده مرمي ورا في حتة في العقل كده بعيد قوي، مش عارف يجيبه، مش ظاهر على تصرفاته، لازم يصحصح. في نعم لازم يشكرها، في بلاء لازم يفهم حكمة ربنا منه، وإلا هيعيش ساخط. إذا هو مش مكذب لكنه ناسي، لازم يفتكر. لكن الشيء العجيب إن الغفلة هي أول موضوع على الإطلاق ربنا اتكلم فيه مع البشر. في عقيدة أهل السنة إن حصل لقاء بين كل البشر وربنا قبل ما ربنا يخلقنا، يوم ما خلق سيدنا آدم اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الموقف ده، والقرآن حكاه. لما ربنا خلق سيدنا آدم كما قال صلى الله عليه وسلم مسح على ظهره بيديه فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. خلق سيدنا آدم، ربنا سبحانه وتعالى مسح على ظهر سيدنا آدم فطلعنا كلنا. في وقت عند أهل العقيدة اسمه عالم الذر. عالم الذر يعني في عالم الأرواح قبل أن نصور أجسادا، وقفنا قدام ربنا كأرواح وربنا قال لنا ألست بربكم؟ قلنا رب أيوه بلى شهدنا. فربنا قال لنا اوعوا تنسوا المعنى ده، ان انا ربكم ولي عليكم حق العبودية. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فربنا قال لنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. اوعوا تيجوا يوم القيامة تقولوا احنا غفلنا عنك يا رب. أول موضوع على الإطلاق بين الله وبين العباد، اوعوا تغفلوا عني. تعالوا النهاردة مع بعض نتكلم كيف نستفيق دائما، وإزاي يبقى عندك الأدوات اللي تخليك لما تغفل تفتكر، علشان نعيش فاكرين ربنا سبحانه وتعالى، سعداء بالعلاقة مع الله، محبين لله على طريق الله. وكل ما ننسى، لأن الإنسان بينسى، نعرف من جوانا ضميرنا دائما يبقى صاحي. صلوا على النبي، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. أول تحذير من رب العالمين للبشر وهم في عالم الأرواح، الغفلة، نسيان الإنسان لشيء لازم يكون فاكره كويس، وفي أحداث كتير بتفكروا بيه لكنه متناسي لهذا الشيء. إيه الشيء ده؟ إيه اللي أنا جاي النهاردة على طريق الله أقول لحضراتكم وأقول لنفسي الأول اوعى تكون غافل عنه؟ ثلاث حاجات يا جماعة، ثلاث حاجات اوعى تكون غافل عنها. واحد، الرسائل الربانية. اتنين، عبادة الوقت. ثلاثة، الرحيل والحساب. ثلاث أشياء لو فضلت فاكرهم هتعيش من الذاكرين مش من الغافلين، وهتبقى نفذت وصية ربنا. أول وصية وصى بها العباد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اوعى تبقى غافل عن الرسائل الربانية. يوميا بتنزل رسائل ربانية من ربنا عشان تخليك دايما حاسس بربنا وشايفه بقلبك وعايش معاه ومحب ليه وفهمه بيقولك إيه. تاني حاجة، اوعى تبقى غافل عن عبادة الوقت. في كل وقت، في كل يوم، في كل ساعة ربنا ليه أمر معين يحب يشوفك بتعمله. اوعى تبقى غافل عن وظيفتك دلوقتي، ربنا طالب منك ايه. تلاتة، الرحيل والحساب. اوعى تبقى غافل عن لحظة لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وتعالوا مع بعض نبدأ واحدة واحدة نتكلم على التلات حاجات دول، وازاي ربنا علمنا ما نكونش غافلين عنهم عشان نكون ذاكرين مش غافلين،
متذكرين مصحصحين مع ربنا، نسير على طريق الله بهمة عالية، وإزاي سيدنا محمد كان بيربينا ما نكونش غافلين عن التلاتة. واحد، الرسائل الربانية. بصوا يا جماعة، في كل يوم في كل ساعة دايما ربنا بيتكلم معانا، مش بيتكلم معانا زي ما كان بيتكلم مع سيدنا موسى كليم الرحمن، إنما بيوصل لنا مراده مننا ورسائله لينا عن طريق مواقف وعن طريق أحداث وعن طريق مخلوقات. والعبد الذاكر لله دايما بيدور على ربنا في الأشياء، باحث عن الله في الأشياء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، يعرفوني يفهموني يحسوا بي قريب منهم. وأنا هقول لك على حاجة عشان أوضح لحضراتكم الموضوع ده. أنا لو وريتك مشروع تخرجي وأنا جايب فيه امتياز، أنت هتبص كده وتقول لي ياه أنت متقن، فعرفت إتقاني من الامتياز في مشروع تخرجي، فدل الامتياز على صفة عندي إن أنا متقن. أنت بتعرفني أو بنتعرف على بعض. لو أنا وريتك مشروع هندسي تحفة معمارية هتقول لي ياه ده أنت بديع قوي، فأنت تعرفت على إن أنا متقن من درجة امتياز اللي شفتها، وبديع من المشروع المعماري الرهيب اللي انت شفته. لو وريتك درجة الإجابة بتاعتي، أو بلاش الإجابة، لو عملت معاك موقف في منتهى الرجولة والجدعنة تقولي على فكرة انت راجل قوي من الموقف ده، فموقف عرفك علي ان انا راجل، وموقف تاني ان انا مبدع، وموقف تالت ان انا متقن. ولله المثل الأعلى. ليل نهار في كل شيء ربنا بيعرفك على نفسه، بيبعت لك رسالة بيقولك خد بالك مني، اعرفني، حس بيا. السماء اللي فوقك دي ربنا ما خلقهاش عبثا كده بالضخامة والعظمة دي. السماء بناء، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. السماء يا جماعة مش مجرد شوية هوا فوقك، ده بناء عظيم. وربنا قال لك اعرفني لما تبص للسماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فاش غلطة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى، عشان ما بقاش غافل، وذكرى لكل عبد منيب. إذن السماء والأرض دي ربنا بيقول لك انظر لعظيم خلقي عشان دايما تكون فاكرني لما تبص لعظمة الأرض وعظمة السماء. لما تشوف زهرة جميلة، هو ليه ربنا خلق ملايين الأنواع من الأزهار ومئات الألوان اللي في الأزهار ومئات الروائح الجميلة؟ عشان يقولك لما تبص للزهور افتكر إن الله جميل يحب الجمال. فعرفت العظيم في السماء وعرفت الجميل في الزهرة، رسائل ربانية عشان تتعرف على الله. لو بصيت لظواهر الأمور بعينيك وقلبك، عين قلبك اللي اسمها البصيرة، ده البصر ودي البصيرة، لو البصيرة لم ترى الله يبقى احنا غافلين. بص على ربنا في الحاجات دي كلها، إن الله جميل في الزهور يحب الجمال. لما ربنا يوريك بركان ومشهد كده فيه زلزال عظيم تعرف قهر الله عز وجل وقوة وسيطرة ربنا وهيمنته. فتهاب الله، فأدي رسالة في البركان، وأدي رسالة في الزهرة، وأدي رسالة في السماء. لما تبص على طائر كده فوق، مخلوقات اهي، بص على طائر فوق كده بيرفرف في السماء، مش ربنا في القرآن سبحانه وتعالى بيقول أولم يروا فوقهم إلى الطير صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بص للطيور وافتكر الرحمن اللي بيصرف على الطيور وبيصرف عليك وبينفق على الحشرات وبينفق على النبات، كل ده من يد الله عز وجل السحاء كما قال صلى الله عليه وسلم، انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. رسائل ربنا في المخلوقات، رسائل ربنا في دعوة أجابها منك وانت بتقول يا رب يا رب لقي ركنة، لقيت الركنة. سيدنا موسى ما كانش يستحي يدعي ربنا يا رب كما قال له رب العالمين، يا موسى سلني الملح في الطعام ولا علف للشاه، قول حتى يا رب الأكل يبقى مملح، يا رب لقي أكل النهاردة للجاموسة بتاعتي ولا الجمل بتاعي. اسأل ربنا في كل حاجة، ولما يجيبك بيقولك أنا قريب، بعت لك رسالة في دعوته التي دعوتك التي استجيبت من رب العالمين. لما تشوف مبتلى شوف فضل ربنا عليك وحكمته في هذا الابتلاء. لا تغفل عن الرسائل الربانية. عارف لما ما تغفلش عن الرسائل الربانية اللي يحصل تعيش دايما مع الله، تفهمه، تحس بيه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الألباب، العقول، القلوب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش غافلين، دايما فاكرين ربنا، مش بس ذكر كده باللسان، يذكرون يعني فاكرين ربنا قياما هم في الشغل وفي حياتهم، وقعودا هم بيتكلموا، وعلى جنوبهم قبل ما ينام، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، مش ممكن ده كله ما ناخدش بالنا منك فيه ونفهم صفاتك منه ونحس برسائلك وعطفك وقوتك. لآيات لأولي الألباب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فصاروا صالحين بسبب تدبرهم في الرسائل الربانية. كان واحد بيحكي بيقول على رسالة ربنا بعتها له خدش باله منها اللي في الآخر، بيقول أنا كنت شخص عاق لأبويا وأمي، كبروا فوق 70 وأنا كتير بقفل تليفوني عشان كل شوية يسألوا عني، أنت فين يا ابني، ما بتكلمناش ليه بعد ما اتجوزت؟ وأنا اتجوزت واتشغلت مع أصحابي ومع مراتي وعيالي، وعيالي كان أغلى حاجة عندي في حياتي مراتي وعيالي، وأبويا وأمي ما بحبش أسمع صوتهم كتير، دايما بيعاتبوني إن أنا ما بزورهمش. بيقول لكن عمري في حياتي ما كنت سعيد في بيتي، وعمر ما أولادي كانوا قرة عيني لي، لغاية ما بعد جوازي بأربع سنين أبويا مات فوق 70، حسيت إن ما بقاش لي ظهر. رحت عيش مع أمي أسبوع لأنها بقت لوحدها، وحيدة ضعيفة، لكن سرعان ما عيالي وحشوني ومراتي وحشتني والشغل والقهوة والبلاي ستيشن والحاجات دي، ونسيت أمي تاني بالشهر والشهرين، ما أسألش عنها إلا بمكالمة تليفون كل أسبوعين ثلاثة، لغاية ما في يوم من الأيام في بيتي الحزين، مع أني بحب عيالي ومراتي لكني دايما حزين، اتخنقت خناقة كبيرة جدا مع مراتي، لدرجة أن ابني لما شافني بزعق لمراتي قفل الباب في وشي، باب أوضة النوم، وقال لي يا بابا مش عايزينك، سيبنا بقى. حسيت أني اتكسرت، حد ضربني بالألم على وشي، ابني قرة عيني بيقولي مش عايزينك. حسيت ان انا محتاج ارجع لامي، ترميت في حضنها وقعدت اعيط. تقولي مالك؟ لما فيش حاجة يا امي، بس انا حاسس اني تعبان. دخلت نمت، جريت امي على التليفون تكلم مراتي، عرفت ان في خناقة كبيرة، قعدت تتوسل ليها، تعالي صالحي جوزك، وحنني قلب ابنك على جوزك مرة تانية. اللي صالحني على مراتي وعيالي هي أمي، عرفت يعني إيه أمي؟ فهمت إن دي رسالة من ربنا، مالكش خير في عيالك ومراتك لو مالكش خير في أمك. خدت أمي تعيش معانا بعد ما أبويا مات، وصرت من أكثر الناس برا بأبويا بأمي بعد ما أبويا مات. فهم الرسالة الربانية في ضنك المعيشة طول ما هو مش راضي لأبوه وأمه، فهم الرسالة فصار من الذاكرين بعد ما كان من الغافلين عن أهم شيء في حياة أمه. الحاجة التانية اللي ما ينفعش نكون غافلين عنها بعد الرسائل الربانية، وعايز أقول لك حاجة، ابن عطاء الله بيقول العاقل يقول ماذا العاقل يقول في كل يوم ماذا يفعل الله بي، والغافل يقول في كل يوم ماذا أفعل. فأنت العاقل ولا الغافل اللي بتصحى الصبح تقول ربنا هيقول لي إيه النهاردة في كلام الناس وفي المواقف واللي هيوريه لي، ولا إيه الدنيا واخداك وقلبك مش متعلق بربنا؟ لا تغفل عن الرسائل الربانية. الشيء التاني اللي المفروض الإنسان لا يغفل عنه إطلاقاً عبادة الوقت يا جماعة. ربنا عز وجل له أمر في كل وقت، هشرح لك الموضوع ده بحاجة بسيطة قوي وإحنا على طريق الله كده. في الشغل زمان كان عندنا في أحد الأشغال اللي اشتغلتها كان في بلان، خطة لليوم، من 8 إلى 10 اجتماع مع المدير عشان نتكلم إيه اللي عملناه امبارح وإيه اللي هنعمله النهاردة، ومن 10 لغاية الساعة 2 ننزل الشارع نبيع البضاعة اللي المدير قال لنا نبيعها الشركة بتنتجها، من 2 ل3 راحة، ومن 3 ل6 برضو نشتغل ننزل السوق تاني نبيع الكلام ده. وكانت أكبر الكبائر في الشغل إن حد يعمل حاجة في وقت حاجة، يعني من 8 ل10 ما ينفعش تكون بتشتغل، لازم تحضر الاجتماع، ومن 10 ل2 أنت في السوق، ما تقعدش تعمل تكتب ريبورتات ولا تقعد مع المدير، أنت بتبيع، من 2 ل3 أنت بتستريح علشان تعرف تكمل، من 3 ل6 انت بتبيع. محدش يعمل حاجة وقت حاجة، ده غلط. او احنا شريعتنا تشبه كده شوية، في شغل دلوقتي ما ينفعش تبقى نايم، لو انت نايم النوم حلال، لكن لو انت نايم مصحتش على الشغل غفلة، لان عبادة الوقت الساعة 8 الصبح تكون في الديسك بتاعك في المدرسة او في شغلك. طب لو الاذان اذن صلاة الظهر وانت بتشتغل، دي غفلة، لو الاذان بيأذن وانت بتشتغل، الشغل عبادة والصلاة أهم، فتسيب الشغل على قد العشر دقايق بتوع الصلاة وترجع تاني، لو ما صليتش تبقى غافل مع إن الشغل عبادة. لو بكرة عندك شغل وبيت الأربعة الصبح بتلعب بلاي ستيشن مع أصحابك، مع إن البلاي ستيشن مش حرام، غفلة، لأنك بعدت عن
عبادة الوقت اللي هي الشغل. لو ده وقت تربية عيالك ومساعدة مراتك في تربية العيال وانت قاعد على القهوة مع أصحابك بتشرب سحلب ومش عارف ايه، دي غفلة، لأن ده عبادة الوقت. فالغفلة عن عبادة الوقت دي من أشد وأشهر أنواع الغفلة، إن الإنسان لا يجده الله حيث أمره. ربنا أمرك تكون في الشغل 8-12 وقت صلاة الظهر، بالليل بتربي عيالك لما ترجع، في وقت معين في صلوات، في وقت تاني ده وقت إنك أنت تنام وتستريح. لو ما نمتش في وقت معين فبقيت بتصهر 2-3 الصبح وتروح الشغل ومش شايف قدامك، حرام، دي غفلة. غفلة إنك أنت ما بتنامش كويس، لأن دي عبادة الوقت. دلوقتي دي اسمها عبادة الوقت. اللي غافل عنها يا جماعة مش عايش على مراد الله، واللي مش عايش على مراد الله ميزان حسناته، مش بس ميزان الحسنات، مش على مراد الله، ربنا ما بيحبش كده سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عن عبادة الوقت عليه الصلاة والسلام يوم ما سيدنا أبو الدرداء كان عازم سيدنا سلمان عنده في البيت، فسيدنا سلمان شاف مرات أبو الدرداء متبذلة، يعني متبهدلة في لبسها كده، مالك؟ قالت له أبو الدرداء ما بيفكرش في حاجة، ده بيصوم كل يوم وبيصلي طول الليل، فأنا ما بقتش واخدة بالي من نفسي. فراح سلمان يبات عنده، جه وقت النوم سلمان عايز ينام، أبو الدرداء عايز يصلي، فسلمان الضيف قال له نام يا إما مش هنام. فأبو الدرداء صاحب البيت اتكسف قام نايم، صحي وبعد قبل الفجر بساعة قال له يلا نروح نصلي مع بعض. وبعدين تاني يوم أنا عايز آكل، فأبو الدرداء صاحب البيت قال له أنا صايم، قال له صايم وعندك ضيف؟ طب والله ما انا واكل، قال له انا اسف هفطر، وقام سلمان مفطره، تصور. فتاني يوم راح للنبي عليه الصلاه والسلام، فسلمان بيقول له شفت ابو الدرداء بيصوم كل يوم وبيصلي طول الليل ومش واخد باله من بيته ولا مراته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلمان قال له يا رسول الله انا قلت له امبارح ان لاهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك يعني الضيوف ولزورك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه، صح كده يا سيدنا محمد؟ قال صدق سلمان. اسمع عبادة الوقت، انك في وقت الشغل في الشغل، بتقاش في الجامع لو مش وقت صلاه، قعدتك في الجامع في وقت الشغل غفله لو مش وقت صلاه، ما تسهرش وتقعد تلعب وبكرة الصبح عندك مدرسة ولا عندك شغل، غفلة. الغفلة عن عبادة الوقت أنت الآن مش في مراد الله. ده تاني حاجة الإنسان المفروض ما يكونش غافل عنها بعد الرسائل الربانية ثم عبادة الوقت. حسبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، ونكمل بعد فصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. الغفلة نسيان الشيء العظيم مع وجود ما يذكر به. على طريق الله ربنا وأهل العلم كلمونا، طبعا أهل العلم بيفسروا كلام ربنا، كلموا عن 3 حاجات ما تغفلش عنهم، عن الرسائل الربانية وعن عبادة الوقت. يبقى شيء أخير قبل ما نتكلم على أنواع الغافلين، قال لك اوعى تكون غافل رقم 3 عن الرحيل والحساب. في حقيقة واحدة يا جماعة، وأنا عايزك تسمعني بقلبك دلوقتي، في حقيقة واحدة في الكون بتقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هنرجع لربنا بعد ما الكل يفنى ويموت. والحقيقة أن الواحد الدنيا بتاخده، والأحداث والصراعات، ولما بيموت واحد قدامنا يوميا حاجة من الاثنين، يا إما الواحد بيهرب من مواجهة نفسه إن أنا لو مت هقول لربنا إيه، محتاج أرجع لربنا وأعيش قريب وحنين على الناس مش ظالم ليهم ولا لنفسي، إما يهرب وإما يواجه نفسه. بتبقى لحظة سعيدة لما الواحد بيرجع لربنا ويتوب، لما يشوف واحد ساب الدنيا كفى بالموت واعظا. فاللي بيرجع لربنا بيزداد اشتياق ويتعرف على ربنا أكتر، والتاني بيزداد بعد وهروب من مواجهة نفسه أمام الله. وربنا قال عن هؤلاء الناس اللي مننا اللي غفل عن الرحيل والحساب، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ينهر أبيض، لاهي عن ربنا مع إن ربنا بيفكره، وفجأة إحساس غريب يجي في جسمه. إيه اللي بيطلع من جسمي ده؟ ده الروح.
أنا اللي بموت دلوقتي، أنا اللي روحي بتطلع، أنا اللي مش عارف أنده، أنا اللي الديكور اللي حواليا ده اتغير وبقت ملايكة. يا رب ما تكونش ملايكة العذاب، تكون ملايكة الرحمة. أنا اللي بقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا اللي بيقلعوني لبسي عشان يغسلوني، أنا مش حد تاني سمعت عنه في التلفزيون، شفت في التلفزيون ولا سمعت عنه، ده أنا. أنا دلوقتي اللي ما كنتش عايز أواجه نفسي، أنا اللي برحل، أنا اللي حطيني في الصندوق وشايلني عشان يدفنوني، ده أنا اللي اتقفل عليا القبر دلوقتي، أنا. أنا اللي حطوا عليا التراب ومشيوا والملاكين بيقولوا لي من ربك؟ مين اللي كان بيمشيك؟ ما دينك؟ ملتك كانت إيه؟ ما قولك في الرجل صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيكم؟ كان أنا. أنا اللي ما كنتش عايز أواجه نفسي ورفضت التذكرة، وكل ما حد يفكرني أخدها بهزار، أنا. أنا اللي كنت فاكر إني هفضل هعيش ولما أكبر هبقى أنا عم الحج بقى اللي عنده أحفاد، وبعدين لما أكبر أبدأ أصلي في الجامع والبس طاقية بيضة وجلابية. أنا اللي هموت لما أبقى عندي 80 سنة في وسط أهلي وحبايبي بعد ما أوصيهم ويشوفوا صباعي وهو كده بيقول لا إله إلا الله، وأموت وأنا وشي أبيض بعد ما حج. طلعت ممكن أموت فجأة قبل ما أتوب، وكنت غافل عن الرحيل والحساب، وفجأة وقفت قدام ربنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وربنا بيسألني ألم أرزقك سمعا وبصرا وأجريت لك الأنهار وتركتك ترأس وتربع؟ كنت أستاذ وقاعد كده في التكييف كده مربع كده، أين شكرك؟ قال يا رب نسيت. قال فاليوم أنساك. أنت نسيت تعبدني؟ نسيت تحبني؟ نسيت إيه؟ هو أنت كنت موجود في الدنيا ليه أصلا؟ عشان اللحظة دي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الغفلة عن لقاء الله سبحانه وتعالى. كلنا هنمشي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الغفلة عن الرسائل الربانية في المخلوقات والأحداث. الغفلة عن عبادة الوقت. الغفلة عن الرحيل والحساب بين يدي الله. يا رب فكرنا بيك يا رب دايما ليل نهار. يا رب خلينا نسير على طريق الله وإحنا دايما عينينا على النبي عليه الصلاة والسلام وقلبنا معاك، والدنيا ما تاخدناش في الأودية السحيقة اللي خدت ملايين الناس. الغافلين أربع أنواع يا جماعة، أربع أنواع الغافلين. النوع الأولاني المعرض، النوع الثاني المغرور العاصي، النوع الثالث المغرور الطائع، النوع الرابع المستعد. تعال أكلمكم على العلماء قالوا إيه في أنواع الغافلين، وأنا بقول لكم أنواع الغافلين كل واحد يفكر يا ترى أنا. ما تقعدش ده الناس تقولش الناس، قول أنا كده ولا لأ. كل واحد يقيس على نفسه. وأنا بحضر وبقرأ الكلام ده بسأل هو أنا المعرض ولا المغرور العاصي؟ مغرور يعني مخدوع في نفسه، ولا المغرور الطائع، ولا المستعد؟ غافل بس مستعد. قال لك أول واحد في الغافلين اسمه المعرض. إيه المعرض ده؟ صنف مننا مش عايز يسمع عن ربنا، بينفر من السماع عن ربنا، بينفر من السماع عن الدين، عايش في الدنيا مسيطر عليه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هو شيخ نفسه بيفسر الدين على مزاجه، يرفض كلام العلماء، جوه أسوأ وكبر على الله وكبر على الخلق. أصعب حاجة أنه راضي عن نفسه، لأنه عنده بعض العبادات الظاهرة، بيشتغل مثلا، الشغل عبادة فراضي عن نفسه عشان بيشتغل، بس هو ما بيصليش، مأجور على الشغل بإذن الله لكن ما بيصليش، ونيته في الشغل. الشخص ده أنا بوصفه مش بحكم عليه، بوصف فبس. فاسأل نفسك أنا كده ولا لأ؟ نيته مش ربنا، نيته ذاته وأنه يعمل مجد شخصي. ممكن يكون ما بيطلعش زكاة ماله، معرض عن رب العالمين. إشكاليته في الغفلة إيه؟ مش أنه معرض، أنه راضي عن نفسه.
ده الشخص اللي ربنا قال عليه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هم دول مش عايز ربنا، لا يرجون لقاءنا. الشخص ده بعد فترة ربنا ما بيخليهوش يشوف رسائل ربانية، دايما ربنا بيبعت له رسائل لغاية في لحظة معينة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. واحد يموت قدامه، واحد ينصحه يبقى قاسي معاه، شخص يحصل له بلاء كبير يخليه قاسي أكتر، مش يخضع لربنا ويدعي بكشف البلاء، تيجي له نعمة يعصي بها ويتكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي الظلم والمعاصي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فخد بالك، ده اسمه المعرض، ده يتخاف عليه قوي لأنه رافض الهداية وغافل عن الله. الصنف الثاني اسمه المغرور العاصي. إيه المغرور العاصي ده؟ قلنا مغرور يعني مخدوع. هو شخص لو حبيت تعمل إحصائية على عمره هتلاقي ميزان السيئات أتقل من الحسنات. يعني إيه؟ يعني خد شريحة من يومه كده هتلاقي سيئاته أكتر من حسناته، شريحة من الأسبوع سيئات أكتر من الحسنات، شريحة من السنة سيئات أكتر من الحسنات. عينه بتنظر للحرام، لسانه بيكذب وبيسخر كتير قوي، صلواته ضيعة زي الفجر. عايز أقول معلومة، الصلوات 5 مش 4 يا جماعة، ظهر عصر مغرب عشاء، في فجر يا أمة النبي لما بيصليش الفجر. من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. خد بالك، خاف على نفسك. من ترك الفجر متعمدا خد بالك فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. طب فين المشكلة؟ أنت بتتكلم على عاصي، أنا بتكلم على مغرور عاصي. فين هنا الخدعة؟ فين هنا الغرور؟ غرور يعني مخدوع، إنه راضي عن نفسه. ليه؟ ساعات بيصلي، ساعات بيتصدق، لكنه عنده معاصي كتير قوي وراضي عن نفسه. أنت عارف لو هو مش راضي عن نفسه، نقول زي حالتنا، بيغلط كتير وبيعصي كتير لكن نفسه يكون كويس، ده المستعد اللي في الآخر ده. لكن إشكاليته إن هذا الإنسان ميزان سيئاته تقيل بسبب كثرة المعاصي وراضي عن نفسه فمخدوع، وده إشكاليته كبيرة جدا لأنه لا يبحث عن الله لأنه راضي عن نفسه. كان في حد كده، تعالوا نروح، هو مش كده دلوقتي، بقى إمام من الأئمة. كان في الأول حاسس أنه كده، لكن حصلت له مواقف شاف بيها ربنا وحس بربنا فانتقل من البعد عن الله لطريق الله وصار من المسلمين. سبب إسلامه كان حاجة غير متوقعة وحد غير متوقع. بعد ما كان رجل دين في دين آخر صار رجل دين إسلامي. إزاي؟ مش عايز أحرق القصة، تعالوا نروح للدكتور إدريس توفيق يتكلم عن طريق الله وإزاي انتقل من حياة الغفلة لواحد من أئمة المسلمين دلوقتي. وانتوا بتتفرجوا صلوا على النبي. يتفضل. My name is Idris Tawfiq. I'm British. I live in Egypt and I teach at Al-Azhar University. I travel all over the world speaking about Islam. How I embraced Islam, it didn't happen with one particular thing really. It happened through events and people and places. The simplest thing, you know, I tell people that I first came to understand Allah not through reading a book, not through watching a television program on an Islamic channel, not by listening to a sheikh giving a talk, not even by reading the Quran. But my introduction to Islam came from a little boy in the street here in Egypt. I was here on holiday and he greeted me with the words, Assalamu alaikum. Allah does send us messages, but he doesn't have a fax machine. So he doesn't send us fax messages that we get each morning and we read what he says. He's a little bit more subtle than that.
You know, he speaks to us in so many ways. The creation, where we are today, you know, he speaks to us in the beautiful sunshine. He speaks to us in the trees and the grass and the birds singing. He speaks to us every day. He speaks to us in the Quran. You know, he speaks to us in the Sunnah of our Prophet Muhammad, a Sunnah of love. But in all the messages he sends, you know, we're not listening. We're paying more attention to the messages we get on our mobile phone or letters we might receive. They're fun. But the messages the Creator of the heavens and the earth are sending are sent to me and to you personally. In the past, I haven't listened to Allah, and in fact, in the past, I didn't understand Allah as I understand Him now. I understood Him in a different way. But understanding Him or not, as human beings, we turn away from Him. And Islam, I find, gives us everything we need to be close to Him. Because in the Quran, we read, "Verily, in the remembrance of Allah, do hearts find rest." What we must do is hold fast, even when we can't see the road ahead. Cling to Allah, and Allah will surely, surely speak to us. He will surely give us a message and help us along the way. Will any of us ever be ready to meet Allah tomorrow? The answer is no, really, I'm not ready. I could be a much better person. I could be a much better Muslim. But inshallah, be ready when the time comes. I know that Allah loves me very much. I know that because He called me to be Muslim. I know it with absolute certainty. And I know that all my life He's been calling me towards Him. So I would hope to say to Him on Judgment Day, "Oh Allah, you know, I haven't been the best Muslim I might have been, but I have tried to be a Muslim. I pray, please forget all the times I've turned away from You. Please forget all my bad deeds. All roads lead to Allah. Listen to Allah Almighty as you journey along that road." Khaliq kala tariq Allah. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طفل صغير ماسح أحذية كان سبب في إسلامه وانتقل من الغفلة وصار على طريق الله. يهدي من يشاء. خد بأيدينا وفكرنا وبعت لنا يا رب ماسح الأحذية ده وبعت لنا ناس تفكرنا بيك. ألسنة الخلق أقلام الحق. رسائل ربنا بتيجي على لسان البني أدمين في نصايحهم حتى وفي غلطهم فيك توصل رسالة من ربنا انك تضبط نفسك مثلا وتكون مش غضوب تبقى حليم. رسائل للنهار اسلم بيها دكتور ادريس توفيق. عايز اقول حاجه قبل ما اسيبكم على المغرور العاصي. علامه من علامات المغرور العاصي انه ما بيدعيش كتير. بقول لك هو معاصي كتير يومه سيئاته اكتر من حسناته. عنده بعض الطاعات البسيطه لكن تلاقيه مثلا مش بيدعي مش يطلب حاجه من ربنا. تحصل له مشكله قلبه يقسى يظلم ويبرر قلبه يبقى قاسي على الناس ويحس ان هو اللي مظلوم ومش واخدين بالهم منه. فراجع نفسك، هل انت المغرور العاصي؟ اكبر علامه الرضا عن النفس. العلماء بيقولوا اعظم جهل الرضا عن النفس. فهذا هو المغرور المخدوع العاصي. فتعالوا مع بعض نتكلم بعد كده على المغرور الطائع والمستعد عشان بعدها نفوق من غفلتنا. ولكن خليني اسيبكم تصلوا على النبي. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. المعرض عن الله، المغرور العاصي،
المعرض راضي عن نفسه رافض التذكرة، المغرور العاصي راضي عن نفسه كثير المعاصي، شايف أنه عنده بعض الطاعات فحاسس أنه قريب وهو بعيد جدا جدا جدا، المغرور الطائع. إيه المغرور الطائع ده؟ كل كتب أهل العلم تقريبا لما تتكلم عن البعد عن ربنا تذكر صنف عنده طاعات كتيرة بس هو بعيد عن ربنا. إيه صفات الصنف ده مننا؟ عنده طاعات كتير، مصلي، منفق، ذاكر، لكن عنده إشكالية مخليه غافل، إنه بينسب فضل الطاعات دي لنفسه. أنا اللي تعبت وأنا اللي صليت وأنا اللي ضحيت وأنا اللي اتحجبت وأنا اللي حجيت وأنا وأنا، فصارت الطاعات حجاب بينه وبين الله، مش حاسس بربنا لنسبتي الفضل لنفسي. أشعر بالتميز على الخلق، أنا اللي بعمل وانتوا لسه في معصيتكم. كثير الأحكام على الناس، ده وحش وده حلو، لأنه شايف نفسه في مقام التميز فيحكم على الناس ويصنفهم. بيسموه العلماء، وأكثر من تكلم في هذا الكلام الإمام الغزالي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، سموه المغرور الطائع. هو طائع في الظاهر لكنه محجوب عن الله بسبب الطاعة اللي بينسب بيها الفضل لنفسه. حتى قال عنه ابن الجوزي في صيد الخاطر عن هذا الشخص، يقول من الاغترار، يعني الخدعة غفلة، من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتتوهم أنك تسامح في الهفوات. هذا الشخص بيعصي ربنا بعض المعاصي لأنه إنسان، بس حياته فيها طاعات تانية كتير، فلما يعصي ربنا يبعت له نعمة عشان يقول له يعني أنا كريم بيك. فعشان هو بينسب الفضل لنفسه لما يعصي ما يلاقيش ربنا انتقم منه، يقولك على فكرة علشان أنا طائع ربنا بيفوت لي الحاجات دي، يتوهم أنه يسامح في الهفوات. أما على فكرة لو ناس تانية عملت المعصية دي ربنا ينتقم منهم، أما أنا عشان أنا طائع. بس هو مغرور إزاي وراضي عن نفسه؟ لو خدت بالك الرضا عن النفس سر الغفلة. يبقى صنف أخير قبل ما أقول لكم هنعمل إيه في موضوع الغفلة ده، صنف اسمه المستعد. مين ده المستعد؟ واحد زي حالتنا كده، عنده معاصي، بيغلط كتير، لكنه نفسه يقرب لربنا. هو حقيقة حياته أنه غافل، لما تبص على يومه كده بعيد، لكنه نفسه يشكر النعم، نفسه حد يعلمه يشكر النعم إزاي، نفسه يصلي مع الناس في الجامع، نفسه قريب لربنا سبحانه وتعالى، نفسه أنه هو لما يجيله بلاء يرضى، مش عايز لسانه يسبقه بكلام مش كويس، عايز يقول الحمد لله من قلبه، مستعد، نفسه حد ياخد بإيديه. وده حال كتير قوي مننا، الغافل المستعد، له معرض ولا مغرور عاصي ولا مغرور طائع، التلاتة دول راضين عن نفسهم، ده بقى مش راضي عن نفسه. الشخص ده يا جماعة ربنا قال عنه في القرآن سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قال عنه في القرآن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. معنى الآية اللي عايز ربنا ياخد بإيديه، لو وحش بس نفسه في ربنا، نفسه يقرب يسير على طريق الله، ربنا بياخد بإيديه. ده شخص يرجى له الهداية حتى لو كان غافل لكنه قريب من الهداية. معرض، مغرور يعني مخدوع، عاصي، مغرور طائع ومستعد. أهل العلم بيقولوا هو الناس مننا بيبقوا غافلين ليه؟ قال لك في سببين بيخلوا البني آدمين غافلين، بينسوا ربنا. أصل ربنا بالنسبة لناس كتير مننا يعني ما هنرجع له في الآخر يعني ما، وهو كريم، وده أول سبب، كرم الله. أول سبب من أسباب غفلة العباد كرم الله، إن العطاء نازل رغم المعصية، والستر نازل رغم إن إحنا بعيد عنه، والإحاطة والرعاية والعناية موجودة ما بيشيلهاش ربنا رغم مبارزة الله بالمعاصي. عشان كده ربنا قال للإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إيه اللي خدعك فيا عشان أنا كريم؟ تتغرش فيا، ما تتخدعش. عايز تطمن لي، اطمن وانت بتحاول تقرب لي على طريق الله. اعصي واغلط بس وانت على طريق الله ما تنسانيش. فأول سبب كرم الله. السبب الثاني كثرة الغافلين اللي حوالين البني آدم. لو حاطت نفسك في مجتمع غافل مين هيفكرك؟ مش النبي ربنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.
واتبع هواه. إذا كان النبي ربنا بيقول له هو سيد المرسلين لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، والكلام للكبير العمر ما هيعمل كده، عشان الصغير اللي زي حالتنا ياخد باله، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فلو حاطت نفسك في وسط الغافلين صعب الإنسان يكون متذكر، فابحث عن المعين. هو ده الحل، عندك حلين تطلع بيهم من الغفلة: كثرة الذكر، أدي تاني حلقة نقول فيها الذكر هو الحل. الحل إن الإنسان يا جماعة يكون عنده أوراد يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، وهو الحل كده إنك تعيش ذاكر، فكل ما تذكر تستشعر بربنا، فتفهم الرسائل الربانية، فتعرف ربنا عايز منك إيه في الوقت دلوقتي، فتفتكر القيامة والحساب بين يدي الله. كثرة الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ليل نهار خليك فاكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى قال أبو الدرداء: من قرأ 10 آيات في الليلة لم يكتب من الغافلين. اقرأ كل يوم قبل ما تنام 10 آيات، لن تكتب عند الله من الغافلين. من قرأ 10 آيات في ليلته لم يكتب من الغافلين. يبقى الحل الأول الذكر، الحل الثاني الإحاطة بالصالحين. حيط نفسك بالصالحين، حيط نفسك بالمتذكرين، ساعتها تبقى قريب من ربنا وتفضل فاكر رب العالمين سبحانه وتعالى. قبل ما ادعي مع حضراتكم، خشوا على mustafahusn.com، هتلاقوا واجب عملي جميل جدا على موقع اسمه حاضر يا رب. اكتب لنا، بس انت بتكتب لنفسك مش لينا احنا، اكتب كده: هو لو انت استيقظت من غفلتك ايه اول حاجة عايز تعملها عشان تقول لربنا يا رب انا صحيت من غفلتي؟ لما على فكرة علماء النفس بيقولوا لما تكتب حاجة قدامك بيزداد تمسكك بيها ويقينك. اكتب ايه الحاجة اللي ناقصاك عشان ما تكونش غافل مع الله، سواء معصية بتعملها عايز تتوب عنها او طاعة مأخرها عايز تكتب انا هعملها يا رب، وعاهد ربنا وقول يا رب خد بإيدي يا رب، يا كريم يا رحيم يا ذا المن والإكرام يا ذا الفضل والإنعام، اللهم أيقظنا من غفلاتنا، اللهم أيقظني من غفلتي، اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم ذكرنا بك وبالوقفة بين يديك وبشكر النعم وبالصبر على البلاء، حتى إذا رأيتنا كنا على مرادك ولم نكتب عندك من الغافلين. يا الله، نظرة رضا منك تجعل الكافر وليا، وقطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا. يا الله، انظر لنا بعين الرضا حتى نستيقظ من غفلاتنا. يا الله يا الله يا رحيم يا رب، خذ بأيدينا ونجينا وصحينا من غفلتنا يا رب. حيط نفسك بالصالحين، كن كثير الذكر، ولو 10 آيات في اليوم لم تكتب من الغافلين، عشان تكون على طريق الله مسرع خلف النبي الأمين. ربنا يتقبل. تنسوش تكتبوا حاضر يا رب في الواجب العملي. شوفكم المرة الجاية إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين، والحمد لله رب العالمين. قول يا الله عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق، قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهديني.